السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم مع فيديو جديد. أخوكم معاكم أخوكم السيد عوض من قناة طبعا الإلكترونيات. سألني أخ مبتدئ، قال لي إزاي أقيس المكثفات على الأفوميتر اليونيتي ده اللي هو UT89X. تمام، بص يا باشا، هتقوم جايب البكرة على 100 فرد ديت، تمام، وهترك المشابك لو كان عندك مشابك من ديت اللي هو المقاس بتاع الافوميتر. بدل ما اشتغل بده ويدي تتهز والمكثف يديني قراءة غلط، لا ده مشابك عشان ايه نثبت الرجول بصح. ده مثلا مكثف 450 فولت على 22 مايكرو. في معلومة الأول لازم تفهمها، لو انت قلع المكثف من الشاسيه من الجهاز يعني لازم تعمل شورت الأول كده على الرجول بتاعته، تمام، عشان لو في شحنة هيلخبط معاك وممكن يعمل يضر الافو وممكن يديك قراءة غلط. تمام، هنجيب السالب على السالب والموجب على الموجب كده، هتصبر شوية على الافوميتر، هتصبر عليه شوية هيقوم عاطيك قراءة. عاطيني كام؟ 21 مايكرو، اللي هو المكثف كام؟ 22 مايكرو. تمام، هو عاطيني 21 بالظبط، هو 22 مايكرو كده، حلو مش وحش. تمام، ان في نسبة خطأ ممكن يزيد سنة ممكن يقل سنة. طيب ده 400 فولت على 2 على 220 ميكرو، 220 ميكرو طبعا ده مخلوع من شاسيه. هتقوم عامل شورت الاول كده عشان لو في اي نسبة فولتية هتخرف معاك الدنيا. هتجيب الموجب على الموجب والسالب على السالب، وطبعا كل ما الميكرو يزيد كل ما الافوميتر ايه يتأخر شوية على ما يشحن. تمام، تصبر شوية لحد ما يشحن وهيديك القراءة بتاعته، لأن كل ما الميكرو بيزيد كل ما إيه كل ما الأفوميتر بيتأخر. تمام، هو كده لخبط معايا، ثواني كده. ركب تاني كده، تصبر شوية لحد ما يديك الفولتية بتاعته بتاع الميكرو بتاعه أو القياس بتاعه، لأن زي ما قلنا الميكرو كل ما بيزيد كل ما الأفوميتر بيتأخر عليه. طيب هو كده واقف على الرقم ده، مش عاوز اغيره اهو، واعطيني اخضر كده. المكثف ده تالف، هو 220 ميكرو، اعطيني كام؟ 22 ميكرو، هو 220 بس، 220 واعطيني كام؟ 23 كده. المكثف ده تالف، تمام كده. طب نجيب واحد تاني، ده 10 ميكرو، 250 فولت على 10 ميكرو كده. كل ما الميكرو بيقل كل ما الموتر ايه بيقيس بسرعة. اعطينا 11 ميكرو، تمام كده، ده 10 ميكرو اهو، 52 على 10 ميكرو. طيب واحد تاني، 16 فولت على 1000 ميكرو، 16 فولت على 1000 ميكرو، السالب على السالب والموجب على الموجب، ثواني اهو، واعطينا قراءة. اعطينا 1200 ميكرو، المكثف ده نضيف جدا، طالما اعطيك الميكرو عالي المكثف ده حلو، هو 1000 بس اعطينا 1200 كده، سليم 100%، وحلو يعني مش وحش، خامته حلو. تمام، ده كان موضوع قياس ان في الافوميتر ده 100 فرد، رقم كبير جدا، بيقيس ما شاء الله جميع المكثفات لحد حتى يعني رقم كبير ما شاء الله. اما في الافوميتر العادية الافو العادي ممكن يقيس لحد 200 ميكرو بس، ولازم تشتري المقاس من مكان لمكان، لكن ده بسم الله ما شاء الله جهاز جميل جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم على فيديو ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.